نوه معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بعمق العلاقات التي تجمع مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية الشقيقة، مثمنا الدور الريادي الكبير الذي تطلع به مصر في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية. جاء ذلك لدى لقاء معاليه مع معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث نقل إليه معاليه تحيات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وتقدير جلالته لجهود وزارة الأوقاف المصرية في دعم قضايا الحق والخير وإعلاء الوسطية والتسامح. كما نقل معاليه تحيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وتحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. من جانبه ثمن معالي وزير الأوقاف المصري مشاركة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة مترئسا وفد مملكة البحرين في أعمال المؤتمر العام 30 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر، واستعرض الجانبان عددا من الموضوعات والقضايا الإسلامية والتحديات التي تواجه الأمة وسبل مواجهتها، معربين عن اعتزازهما بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مملكة البحرين مع نظيره بجمهورية مصر العربية.